الرواية الثانية أو روايات متعددة في البحار المجلد الثالث الصفحة الأولى. الرواية الأولى: التفتوا إلى المحاججة الموجودة بين العبد يوم القيامة وبين الحق سبحانه وتعالى. الرواية قال عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق بشيرا لا يعذب الله بالنار موحدا أبدا. التفتوا جيدا، هذه عبارات لا يعذب الله بالنار موحدا أبدا لا يتبادر إلى ذهنكم فقط التوحيد إذن هو الناجي، لأنه كما تعلمون وقرأنا في الفقه والأصول بأنه إذا كانت روايات متعارضة لا بد من حمل مطلقها على مقيدها، والروايات أيضا بينت مقيدات هذه المطلقات كما سنشير إليه. وإن أهل التوحيد ليشفعون فيشفعون، تقبل شفاعتهم. ثم قال: إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا إلى النار، فيقولون: يا ربنا كيف تدخلنا النار وقد كنا نوحدك في دار الدنيا، وكيف تحرق بالنار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا، وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا أنت، أو عقدت، أم كيف تحرق وجوهنا وقد عفرناها لك في التراب، أم كيف؟ فيقول جل جلاله: عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنم. صحيح هذا كله، ولكنه أنا أجزي على الأعمال وهذه أعمالكم وجزاء أعمالكم النار، وهذه سنة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا لولا ما قضيت. هذا من القضاء الإلهي، هذا ليس من الأمر الذي يقبل التبدل، ليس من المحو والإثبات، وإنما هو من القضاء الإلهي لولا ما قضيت به من إخلاد معانديك. فيقولون: يا ربنا. هسه التفتوا إلى المحاججة جيدا، وأن المحاججة تقوم على أساس علم التوحيد، فالذي لا يوجد عنده علم التوحيد هنا اطمئنوا أنه لا يرزق علم التوحيد هنا، لأنه في ذاك العالم عالم ماذا؟ عالم العمل، عالم الاكتساب، عالم التحصيل، عالم الجزاء. هناك لا توجد حركة، الإنسان إذا ذهب من هنا أعمى سيكون هناك بصيرة؟ لا، ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن لا يتصور أن الإنسان إذا كان هنا أعمى في بعد من المعارف سيكون هناك بصيرا في ذلك البعد، لا، سيزداد عماه هناك، هنا لم يكن ملتفت، هناك سيلتفت إلى عماه. إذن هذه المحاججة إنما هي محاججة أهل التوحيد، لا محاججة أهل الجهل بمعارف التوحيد. يا ربنا، فيقولون: يا ربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول تبارك وتعالى: بل عفوي. فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ فيقول عز وجل: بل رحمتي. فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول تعالى: بل إقراركم بتوحيدي أعظم. فيقولون: يا ربنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء. فيقول الله جل جلاله: ملائكتي وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي من المقرين بتوحيدي وأن لا إله غيري، وحق علي أن لا أصلي أهل توحيدي، أدخلوا عبادي الجنة. التفتوا لهذه المطالب. إذن هذه المعارف الإنسان إذا لم يقف عليها الإنسان في حياته الدنيا اطمئنوا أن هذه المحاججة التي تكون بين المذنبين، ومن منا ليس بمذنب إلا من عصمهم الله، وإلا ما دون ذلك فهم الخطاؤون بلا استثناء،
سواء ابتدأنا من أعظم أعاظمهم إلى أن ننتهي إلى أسفل السافلين، لا يوجد عندنا معصوم غيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن بعد دون ذلك، دون إثبات ذلك، خرط القتاد. هسه لا يقول واحد لنا مولانا هذا الشيخ الأكبر، هذا صدر المتألهين، هذا أخذ ما أدري صك إلهي في النوم، ذاك ما أدري صار كذا. لا يوجد أحد أمن من عذاب الله كما في جملة من الروايات إلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا في الروايات أن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يقال له لم هذا البكاء والتضرع في الليل، قال لم يكن ليس بينه وبين أحد قرابة. لا تتصورون بس الآن والله أنا أمير المؤمنين أكفت صلة رابطة، أبدا، أنا وعملي لا أكثر من ذلك. على أي الأحوال، إذن هذه المحاججة محاججة التوحيد منشأها معارف التوحيد هنا. فإذا كانت معارف التوحيد لها هذه الأهمية التي قد تنجي الإنسان يوم القيامة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بس الإنسان يحصل محاججة في هذه الدنيا تنفعه يوم القيامة. بينك وبين الله لو لم يكن في معارف التوحيد إلا هذه الفائدة، وهو أن يتعلم الإنسان المحاججة حتى يستطيع أن يحاجج الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة، وعلى أساس تلك المحاججة يدخل إلى الجنة. هذه رواية. الرواية الثانية في الصفحة 3، الرواية قال: سمعت رسول الله عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. أؤكد مرة أخرى، التوحيد الذي يذكر في الروايات غير التوحيد الذي اصطلح في الحوزات العلمية خاصة وعامة، ستأتي الإشارة إلى ذلك بعدها. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة في صفحة 6 من كتاب التوحيد للشيخ صاحب البحار الشيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليه. الرواية قال: كنت مع علي بن موسى الرضا حين رحل مني سابور. على أي الأحوال، الرواية طويلة ولعلكم سمعتموها مرارا. قال: وعليه فأخرج رأسه من العمارية وقال: حدثني أبي الصالح، سلسلة الذهب، موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي الصادق جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي أبو جعفر محمد بن علي الباقر علم الأنبياء، قال: حدثني أبي علي بن الحسين سيد العابدين، قال: حدثني أبي سيد الشباب أهل الجنة الحسين، قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب، قال: سمعت النبي يقول: قال الله عز وجل جل جلاله: إن شهادت أن لا إله إلا الله. مرارا في أبحاث سابقة نحن ذكرنا بأنه ليس كل من قال في هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله يمكنه أن يجيء بهذه الشهادة يوم القيامة، لأنه إذا كانت مستقر هذه الشهادة، استقرت في وجود الإنسان، عند ذلك يمكنه أن يجيء بها يوم القيامة. أما إذا كانت بنحو المستودع، هذا المستودع الذي تنسي ضغطة القبر كل شيء في الإنسان، حتى اسمه ينسى. وأكو إشارة في الروايات إلى هذا، ولهذا أنتم تقرؤون في مسألة تلقين الميت يذكروه باسمه، لأن ضغطة القبر تنسيه حتى اسمه من هو، فضلا عن المعارف الأخرى. وهذه المعارف معارف التوحيد لا تتمكن من وجود الإنسان إلا بالعمل، إلا بالتمسك بولايتهم، كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. ومن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني، ومن دخل في حصني أمن من عذابي. فسألتفتوا، إذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله لفظية بهذا المقدار بتحصل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عصب مني ماله أو ماله دمه إلى، ملتفتين؟ إذن بمقدار ما أنت تتمسك بهذه الشهادة اطمئنه هي حصن.
إن تمكنت من وجودك تكون حصن حصين لا يمكن للشيطان أن يلجأ أيضا. أما إذا كنت تقولها باللفظ فقد تحصن دمك مالك عرضك إلى آخره. التفتوا الرواية قالت بالإخلاص. رواية أخرى موجودة في صفحة 7، فلما مرت الراحلة نادانا قال بشروطها وأنا من شروطها. التفتوا لهذه النقطة. ثم رواية أخرى موجودة في صفحة 15 من البحار، الرواية هذه قال عن أمير المؤمنين، نفس الرواية طبعا عن الإمام الرضا، يظهر بأن الرواية منقولة بمضامين متعددة. عن رسول الله قال أخبرني جبرائيل الروح الأمين عن الله تقدست أسماؤه وجل وجهه قال إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي عبادي فاعبدوني وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصا بها أنه قد دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. قالوا يا ابن رسول الله وما إخلاص الشهادة؟ هذه مفسرة بحسب اصطلاحاتنا في علم الأصول، هذه حاكمة لأنها مفسرة لتلك الروايات السابقة ناظرة إلى الإخلاص الوارد في تلك الروايات. وما إخلاص الشهادة لله؟ قال طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ملتفتين لهذه الرواية؟ هذه الرواية. ثم الآن ارجعوا معنا إلى مجموعة من الروايات عندما يسأل في توحيد الصدوق وفي البحار أيضا. أنا ما صار عندي وقت أنه أجد المصدر أبين هنا، ولكنه موجود في توحيد الصدوق أنه يسأل الإمام يا ابن رسول الله ما هو التوحيد؟ قال التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ولي الله. هذه شهادة التوحيد، هذه شهادة التوحيد. إذن هذه الروايات لا يلتزم أحد بإطلاق هذه الروايات ويترك تلك الرواية. من هنا هذا البحث بعد بحث فقهي.